مرحبا. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، النهاردة هناخد حصة العلوم فصل الدراسي الأول إعداد نهل عرابي إبراهيم بالمشاركة مع مس رويدة أحمد محمد محافظة سوهاج. هناخد النهاردة المراجعة النهائية للصف الأول الإعدادي، مراجعة ليلة الامتحان. هنعتبر نفسنا في امتحان، يلا نبدأ الاختبار. مرحبا. يلا كل واحد يجهز نفسه ويقعد على الجهاز بتاعه كأنه هو هيمتحن دلوقتي. أنا مجهزة لكم النهاردة أسطوانة تعليمية تفاعلية علشان نشوف كل واحد هياخد كام في الامتحان. أنا هعملك امتحان وهيبان قدامك في آخر الامتحان أنت خدت كام درجتك، تمام؟ يلا بينا نبدأ. يرمز لعنصر الصوديوم بالرمز، يا ترى الصوديوم رمزه ام جي ولا ان اي ولا سي ال؟ يلا ها، الصوديوم كان رمزه تمام ان اي. لحظة، طيب من المواد التي تطفو على سطح الماء الفلين ولا النحاس ولا الحديد؟ الفلين. برافو، نعمل ابتسام. الفلين إجابة صحيحة. ندخل على السؤال اللي بعده. جسيمات سالبة الشحنة وكتلتها ضئيلة، يا ترى كانت مين؟ النيترونات ولا الإلكترونات ولا البروتونات؟ اللي كان في الذرة، احنا خدنا الذرة، تركيب الذرة كان فيها النواة وحواليها جسيمات سالبة الشحنة. مين اللي حوالين النواة، اللي بتدور حوالين النواة؟ الإلكترونات. برافو يا شباب، برافو صحيح. وزن الجسم على الأرض بيساوي إيه؟ إيه القانون بتاع الوزن؟ فاكرين القانون بتاع الوزن؟ خدناه في الوحدة الثانية. يا ترى بيساوي كتلة زائد عجلة الجاذبية الأرضية، كتلة الجسم زائد عجلة الجاذبية الأرضية، ولا كتلة الجسم في عجلة الجاذبية الأرضية، ولا كتلة الجسم على عجلة الجاذبية الأرضية؟ يلا عايزين نركز. أنا منتظرة إجاباتكم. بيساوي كتلة الجسم في عجلة الجاذبية الأرضية، تمام. السؤال اللي بعده، طاقة الوضع بتساوي إيه يا ترى القانون بتاع طاقة الوضع؟ فاكرين لما عملنا المثلث وحطينا فيه طاقة الوضع وحطينا هاء تاني في المثلث، نفتكر يا ترى حطينا وزن وارتفاع ولا كتلة وارتفاع ولا وزن وسرعة؟ قلنا لو حفظنا المثلث هنقدر نطلع منه كل القوانين، ممكن نطلع منه قانون لطاقة الوضع، ممكن نطلع منه قانون لإيه؟ للوزن، وقانون للارتفاع. يبقى فعلاً يبقى طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. برافو. السؤال اللي بعده بيقول لك من العناصر الخاملة، العناصر الخاملة اللي خدناها قبل كده كان ايه تعريف العناصر الخاملة؟ العناصر الخاملة اهم حاجة بتميزها ان ايه؟ المستوى الاخير ليها متشبع بالالكترونات. يعني ايه متشبع بالالكترونات؟ يعني مكتمل، مش عاوز الكترونات تاني، مش هيكتسب ومش هيفقد، مش هيكتسب الكترونات ومش هيفقد الكترونات، فعشان كده سميناها عناصر خاملة. قلنا كلهم بيكتملوا بالمستوى الاخير بكم الكترون؟ ب8 الكترون، ما عدا عنصر واحد بس بيكتمل المستوى الاخير بتاعه ب2 الكترون. ليه كان 2 الكترون؟ لان المستوى الاول بتاعه هو المستوى الاخير.
مين يا ترى العنصر اللي كان المستوى الأول هو الأخير اللي بيكتمل باتنين إلكترون؟ يا ترى الأكسجين ولا النيتروجين ولا الهيليوم؟ يلا نفتكر، عايز عنصر خامل العدد الذري كان بتاعه 2، ها؟ والاتنين دول كنا بنحطهم في المستوى الأول. يلا كده، ما دام حطينا الاتنين كلهم في المستوى الأول، يبقى المستوى الأول مكتمل بالإلكترونات، يبقى العنصر ده خامل، هو عنصر الهيليوم. برافو. السؤال اللي بعده بيقول لك: طاقة الوضع لجسم تصل إلى الصفر عندما يكون الجسم فين بالظبط؟ إمتى طاقة الوضع بتساوي صفر؟ يا ترى لما يكون الجسم عند أقصى ارتفاع، يعني عند أعلى ارتفاع بيوصل له، ولا لما بتزيد سرعة الجسم، ولا لما يكون الجسم عند سطح الأرض لسه ما اتحركش من مكانه؟ أنهي واحدة فيهم؟ عايز الناس تشغل مخها. يلا، احنا لسه قايلين القانون بتاع طاقة الوضع بيساوي الوزن في الارتفاع، يبقى هنا السؤال ده بيعتمد على الارتفاع. يا ترى امتى طاقة الوضع بتساوي صفر؟ لما يكون الارتفاع ايه؟ عند اقصى ارتفاع، ولا عند سطح الارض، ولا عندما تزيد سرعة الجسم؟ نفكر. يلا يا شباب، يلا، عايز الناس كلها تشارك. انا قلت لك كأن انت في امتحان اهو قدامك دلوقتي، الامتحان وانت بتحل بنفسك، امتحان تفاعلي اهو. طاقة الوضع بتساوي صفر لما يكون الارتفاع برضه بيساوي صفر. مش قلنا الوزن في الارتفاع؟ لما الارتفاع يكون صفر، يبقى اي حاجة فيه في الصفر هتبقى بصفر. طب امتى يكون الارتفاع صفر؟ يا ترى عند اقصى ارتفاع؟ عند اعلى ارتفاع؟ لا، مش هيكون صفر طبعا. لما تزيد السرعة برضه مش هيكون صفر. امال امتى يكون صفر؟ عند سطح الارض، لسه الجسم ما اتحركش من مكانه، يبقى هو الارتفاع هنا صفر، يبقى طاقة الوضع بتساوي صفر. نعمل ارسال ونشوف اجابتنا. هذا صحيح. تمام. من الحيوانات ذات الدعامة الداخلية، يعني ايه دعامة داخلية؟ يعني الدعامة اللي فيها داخل جسمها مش خارجها. حيوانات الدعامة داخل جسمها مش خارجها، ها؟ مين يا ترى الحيوانات اللي كانت الدعامة داخل جسمها؟ يا ترى القواقع، ولا الأسماك، ولا الأخطبوط؟ الدعامة داخل الجسم اسمها دعامة داخلية. يلا، عايزة الكل يشارك. الدعامة الداخلية كانت فين؟ في الأسماك. تمام. السؤال اللي بعده: مجموع أعداد البروتونات والنيترونات داخل نواة الذرة كان بيسمى إيه؟ لما بجمع البروتونات زائد النيترونات مع بعض، اللي جوه النواة، هما الاتنين بروتونات ونيترونات، هما الاتنين جوه النواة، العدد ده بقى كان اسمه إيه؟ عدد كتلي، ولا عدد ذري، ولا عدد إلكترونات؟ يلا يا جماعة، يلا نفكر. يلا احنا جايين نفتكر، يلا المنهج مع بعض بسرعة. ايوه، الناس المذاكرة بيساوي العدد الكتلي. برافو يا شباب. طيب، في محرك السيارة، محرك السيارة، احنا دلوقتي بنتكلم فين؟ في المحرك، ناخد بالنا، المحرك، محرك السيارة بتتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة ضوئية، ولا كهربية، ولا حرارية؟ الطاقة الكيميائية، إيه الطاقة الكيميائية دي يا مستر في المحرك؟ اللي هي البنزين اللي أنت بتحطه في العربية، أو السولار، أو الغاز الطبيعي، هو ده اسمه الطاقة الكيميائية، هو ده اللي بيحرك العربية. تمام؟ طيب، الطاقة الكيميائية اللي في البنزين دي هتتحول تبقى طاقة إيه؟ لاستخدام المحرك بتاع السيارة هتتحول تبقى طاقة ايه يا ترى؟ يا ترى طاقة ضوئية، ولا كهربية، ولا حرارية؟ نفكر.
يلا يا شباب، ها برافو، هتتحول إلى طاقة كهربية، والطاقة الكهربية هتتحول بعد كده إلى طاقة ضوئية في المصابيح وطاقة حرارية في التكييف بتاع الإيه؟ السيارة. ها، يرمز لعنصر الكلور بالرمز إيه بقى؟ إيه رمز الكلور؟ يا ترى سي إل ولا إن إيه ولا إم جي؟ نفتكر عنصر الكلور رمزه إيه؟ عنصر الكلور رمزه سي ال. برافو يا شباب. يتشبع المستوى الرابع للذرة بإلكترونات عددها كام يا ترى؟ السؤال ده حد يعرف بنحله ازاي؟ يلا عايزة الناس تشارك وتقول لي في تكة صغيرة، في فكرة كده. ايه الفكرة بتاعته؟ تمام، بنستخدم العلاقة 2 نون أس 2 عشان نعرف عدد الإلكترونات في كل مستوى، حيث نون بتساوي ايه نون يا جماعة؟ نون هي ايه؟ هي رقم المستوى. طب هنا بيقول لنا المستوى الرابع، يبقى النون بتساوي 4، يبقى 2 نون أس 2 هقول هيبقى بتساوي 2 في 4 أس 2. 2 في 4 أس 2 بكام؟ 4 أس 2 يعني 4 في 4، 4 في 4 ب 16، 16 في 2 ها 32. يبقى الإجابة المستوى الرابع بيتشبع بكام إلكترون؟ 32 إلكترون. طب يا شباب، المادة التي لا تتخذ شكل الإناء الحاوي لها، يا ترى أنهي مادة؟ الغازية ولا السائلة ولا الصلبة؟ يلا نفكر. فاكرين لما عملنا مقارنة بين المادة الصلبة والسائلة والغازية؟ ها، تعال أفكر معاكم. إحنا قلنا المادة السائلة دي بتاخد شكل الإناء، والمادة الغازية والمادة الصلبة، المادة الغازية هل بتاخد شكل الإناء ولا لا تاخد شكل الإناء؟ المادة الغازية. طب إيه رأيكم تعالوا نحلها إجابة غلط ونشوف البرنامج هيقول لنا إيه؟ الأسطوانة التعليمية اللي أنا مجهزها لكم هتقول لنا إيه؟ إحنا قلنا السائلة مثلا إجابة غير صحيحة، خد بالك لازم تذاكر السؤال ده كويس، ماشي؟ يبقى الحالة السائلة مش هي اللي لا تتخذ شكل الإناء، لا، الحالة السائلة بتاخد شكل الإناء. أنا عايزاكم تفكروا فيها وهنراجعها ونشوف إيه الحل. طيب السؤال اللي بعده، من النباتات معرات البذور، إيه بقى النباتات معرات البذور دي يا ترى؟ حد فاكر يعني إيه نباتات معرات البذور؟ معرات البذور اللي هي النباتات اللي البذرة بتاعتها لا يوجد لها غلاف أو ملهاش غطاء من بره، صح ولا لأ؟ طب تمام، البذرة ملهاش غلاف، أمال هتقعد كده في الهواء؟ لأ، مش هتقعد في الهواء يا مس، أمال هتحصل لها إيه؟ بتتجمع البذور كلها جوه كيس بنسميه مخروط. النباتات اللي البذور بتتجمع فيها جوه مخروط وبنسميها معرات بذور علشان ملهاش غلاف يغطي البذرة دي. خدنا أمثلة كتير، احنا عايزين مثال واحد بس، يا ترى الصنوبر ولا القمح ولا الفول؟ مين من دول هو مثال على النباتات معرات البذور؟ يلا عايز الكل يشارك. تمام، الصنوبر. يلا السؤال اللي بعده، من المفصليات عديدة الأرجل، أم 44 ولا العنكبوت ولا الصرصار؟ احنا خدنا المفصليات قسمناها لثلاث أنواع، حشرات وعنكبوتيات وعديدة الأرجل. الحشرات كانت إيه؟ كانت لها كم أرجل؟
ثلاث أزواج من الأرجل المفصلية في الحشرات. أما العنكبوتيات كان ليها أربع أزواج من الأرجل المفصلية. وعدد الأرجل؟ لا دي بقى هي ليها أرجل كتير بقى، ليها كذا زوج من الأرجل المفصلية، ملهاش عدد محدد. طب مثال عليها، مثال عليها إيه يا ترى؟ مثال على المفصليات عديدة الأرجل يا ترى، ها ينفع نقول الصرصار؟ لا يا مس، الصرصار تبع الحشرات، ثلاث أزواج من الأرجل. طب ينفع نقول العنكبوت؟ لا برضه العنكبوت ده تبع العنكبوتيات، أربع أزواج من الأرجل، يبقى هي أم 44 تبع إيه؟ عديدة الأرجل. عندما يتساوى العدد الذري لعنصر مع العدد الكتلي له، العدد الذري بيساوي العدد الكتلي، فهذا يعني عدم وجود ايه في نواة هذا العنصر، في حاجة مش موجودة جوه النواة لما يكون العدد الذري بيساوي العدد الكتلي. ايه يا ترى اللي مش موجود في النواة؟ يا ترى الالكترونات ولا النيترونات ولا البروتونات؟ مين اللي مش موجود جوه النواة بتاعت العنصر لو كان العدد الذري بيساوي العدد الكتلي؟ نركز. برافو يا شباب، النيترونات. طيب السؤال اللي بعده بيقول لنا انتقال الحرارة بالإشعاع يتم خلال الغازات فقط ولا السوائل فقط ولا الأوساط المادية وغير المادية؟ ايه بس احنا مش فاكرين السؤال ده، طب نفتكره مع بعض. احنا خدنا قبل كده طرق انتقال الحرارة كانوا ثلاثة، التوصيل ده كان في المواد الصلبة فقط، ماشي، الحمل ده كان في السوائل وفي الغازات، هما الاثنين مع بعض. اما الاشعاع كان فين الاشعاع؟ كان بينتقل في الاوساط ايه يا ترى؟ بينتقل في الأوساط المادية وغير المادية. يعني إيه أوساط مادية وغير مادية يا مس؟ أوساط مادية المادة ثلاث أنواع، يا صلب يا سائل يا غاز. يعني إذا الإشعاع بينتقل في الثلاث أوساط المادية؟ بينتقل في الصلب وفي السائل وفي الغاز، ماشي. طب والأوساط غير المادية زي إيه؟ اللي هي زي الفضاء بره كوكب الأرض، أو بنسميه الفراغ، ممكن الفضاء أو الفراغ، ده وسط غير مادي. طب ادينا مثال على كده عشان نفتكر يا مس، اللي زي ايه؟ حرارة الشمس، مش الشمس بعيدة خالص عن كوكب الأرض؟ طيب المسافة بين الشمس والأرض دي وسط مادي ولا غير مادي؟ لا وسط غير مادي يا مس، وسط غير مادي، تمام؟ ليه؟ لأن ده فضاء فراغ، يبقى المسافة من الأرض للشمس دي وسط غير مادي. طب لما يدخل بقى الحرارة بتاعت الشمس تدخل لنا لحد كوكب الأرض، كوكب الأرض ده بقى فيه الهواء، ده وسط مادي، في الصخور دي وسط مادي، في الماء ده وسط مادي. يبقى إذن الحرارة بتاعت الشمس بتنتقل لنا، بتمشي في الفضاء، الفضاء ده وسط غير مادي، وبتدخل لنا جوه كوكب الأرض، وجوه كوكب الأرض ده وسط مادي. يبقى إذا الحرارة بتنتقل بالإشعاع في إيه؟ في الأوساط المادية والأوساط غير المادية، هما الاتنين مع بعض. وخدنا مثال عليها وقلنا حرارة الشمس، تمام؟ يلا السؤال اللي بعده، في البطارية تتحول الطاقة من نقط إلى طاقة كهربية. البطارية اللي هي الحجر، حجر البطارية بتاع الريموت كنترول، الحجر بتاع البطارية، الطاقة اللي جواه اسمها طاقة ايه؟ ضوئية ولا كيميائية ولا ميكانيكية؟ برافو يا شباب، طاقة كيميائية. يرمز لعنصر المغنيسيوم بالرمز ايه؟ يا ترى المغنيسيوم كان رمزه ام جي ولا سي ال ولا ان ايه؟ يلا الناس اللي مذاكره الرموز
مغنيسيوم كان رمزه ام جي. برافو يا شباب. السؤال اللي بعده بيقول لنا عدد القواطع في الفك السفلي للقوارض. ايه القوارض يا مس؟ قوارض زي الفور مثلا، مش قلنا ده من القوارض في الدرس بتاع الوحدة الثالثة التكيف. القوارض زي الفار. طيب القوارض اللي هي مثال ليها الفار عندها الأسنان الأمامية بتاعتها بنسميها قواطع، السنتين من قدام دول. في قواطع في الفك العلوي وفي قواطع في الفك السفلي. يا ترى عدد القواطع اللي في الفك السفلي، الفك اللي من تحت، كام عددهم؟ يا ترى زوج واحد ولا زوجان ولا ثلاثة أزواج؟ برافو، زوج واحد في الفك السفلي. نشوف نرسم. برافو، إجابة صحيحة. تمام، أنت الحمد لله نجحت في الامتحان، درجتك 90%. المفروض درجة النجاح من 80%، أنت خدت 90%. طب أنا عايز أعرف يا مس أنا غلطت في إيه؟ تعال نضغط هنا على مراجعة الاختبار. السؤال الأول أنت ما جاوبتش عليه. فعلا ما اخترناش حاجة في السؤال الأول اللي هو يرمز لعنصر الصوديوم، ما اخترناش حاجة. هو المفروض رمز عنصر الصوديوم إن إيه؟ تاخد بالك لو عديت السؤال من غير ما تجاوب كده إيه، ضاعت عليك درجتك بتاعت السؤال ده. تمام، شفت الصورة التعليمية تفاعلية إزاي تتفاعل معاك. طب السؤال اللي بعده، من المواد التي تطفو على سطح الماء. فعلا اخترناها في اللين. جسيمات سالبة الشحنة وكتلتها ضئيلة. فعلا اخترناها الكترونات، ومديناها علامة صح بالأخضر، إجابة صحيحة. وزن الجسم على الأرض، القانون بتاع الوزن، فعلا كتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. طاقة الوضع القانون بتاعها. اداني الإجابة صحيحة، الوزن في الارتفاع. من العناصر الخاملة الهيليوم، إجابتك صحيحة. طاقة الوضع لجسم تصل إلى الصفر عندما يكون الجسم فين؟ عند سطح الأرض، جاوبت إجابة صحيحة. من الحيوانات ذات الدعامة الداخلية الأسماك، برافو. مجموع أعداد البروتونات والنيترونات داخل نواة الذرة بيسمى عدد كتلي، إجابة صحيحة. شايفين إزاي الأسطوانة بتتفاعل معاك؟ دي اسمها أسطوانة تعليمية تفاعلية. في محرك السيارة تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية، تمام، إجابة صحيحة. يتشبع المستوى الرابع للذرة بالإلكترونات عددها 32، إجابة صحيحة. شايفين كاتب لنا ها في كل سؤال إجابة صحيحة، ولما تكون إجابة غلط بيكتب لنا إجابة خاطئة. المادة التي لا تتخذ شكل الإناء الحاوي لها، إحنا اخترناها السائلة، لا دي إجابة خاطئة غير صحيحة. الإجابة الصحيحة هو بيقول لك المادة الغازية. نكمل، من النباتات معرات البذور الصنوبر، اخترناها إجابة صحيحة. من المفصليات عديدة الأرجل أم 44، إجابة صحيحة. عرفت إزاي إجاباتك صح ولا غلط؟ السؤال اللي بعده، عندما تساوي العدد الذري مع العدد الكتلي فهذا يعني عدم وجود النيترونات. انتقال الحرارة بالإشعاع يتم خلال الأوساط المادية وغير المادية. شايفين جاوبنا إزاي؟ إجابات صحيحة. البطارية تتحول فيها الطاقة من طاقة كيميائية لطاقة كهربية، إجابة صحيحة. يرمز لعنصر المغنيسيوم بالرمز MG، برافو. ده دليل إن إحنا مذاكرين وافتكرنا المادة بتاعتنا بسرعة. عدد القواطع في الفك السفلي للقوارض كام؟ زوج واحد في الفك السفلي. كده تمام، تهانينا لقد نجحت في الامتحان. كده احنا خلصنا الامتحان بتاعنا ورجعنا. انا هبعت لكم في الشات دلوقتي الرابط للاسطوانة دي لو انت عاوز تحملها عندك على الجهاز علشان تذاكر في البيت براحتك وتمتحن في اي وقت براحتك. الاسطوانة دي تحملها وبعد كده ممكن تشتغل عليها اوفلاين، مش محتاج نت، تشتغل عليها اوفلاين مش محتاج نت. تمام، يلا السلام عليكم، يا رب اكون افدتكم النهارده. السلام عليكم.